عندما نتحدث عن الاسكواش المصري فنحن الملوك ونتربع على عروش اللعبة في كل المراحل السنية وفي كل البطولات العالمية والقارية النهاردة عندنا حديث مطول مع المهندس عمر برولوسي واحد من عمالقة الاسكواش سابقا طبعا وكان مدير فني المنتخب مصر السابق ازيك يا باشمهندس الحمد لله ايه الاخبار <applause> كله تمام منور الدنيا <applause> بوجودكم <applause> دايما لما بتكلم في الاسكواش يعني ما بعرفش ابدا منين لإن إحنا ما شاء الله يعني إحنا زي ما بقول دايماً في يقول لك دولة مسيطرة على لعبة، ودولة متفوقة في لعبة، ودولة مشفرة اللعبة، فدايماً <applause> السكواش ما بعرفش أبدأ منين، عايزين نبدأ منين؟ والله ممكن أبدأ بحاجة الناس اعتبرتها سلبية جداً بس طيب. ممكن أنا بعتبرها إيجابية يعني هشرح إزاي؟ تمام بإن مصر طلعت الثانية على العالم للناشئين أوه. من شهرين. في بطولة العالم للناشئين من شهرين. ده انا كان مجهز كلام كتير في الموضوع ده. ايه الموضوع ده آه. كان بالنسبة لأسرة الاسكواش المصري وبالنسبة للاسكواش المصري طبع. كارثة. طبعا. يعني ازاي مصر تطلع التانية على العالم؟ وأنا يعني دايماً لما بتكلم في الموضوع ده أقول طبعاً ما هي يعني احنا الحمد لله نتائجنا دايماً بنطلع الأول على العالم في مزبوط. الفرق وفي الفردي وفي كل حاجة بس دايماً بقول ده بيوري قد إيه الاسكواش المصري قوي. اكيد من ناحيه بقى الايجابيه قد ايه احنا اقوياء وقد ايه مسيطرين على اللعبه لدرجه ان احنا لما مر في بطوله واحده للناشئين طلعنا الثاني على العالم عايزين بقى نعمل تحقيقات ونشوف ايه اللي حصل وازاي ده حصل والجيل ده اضعف من الجيل اللي قبله ولا لا وكلام كتير جدا فبدون بدون الخوض في تفاصيل البطوله انا بس ببتدي بفكره ان احنا المركز الثاني على العالم بالنسبه لنا في السكواش كان مصيبه اكيد <applause> وده ودي من الحاجات اللي انا خلتني اقلق جدا ف... واتكلمت فيها انا دايما لما اقول عندي قمه قويه يبقى لازم يكون عندي قاعده قويه طبعا فانا في الناشئين لما اخسر لا اخاف بصراحه اخاف على اللي جاي وده هنتكلم فيه بالتفصيل حتى في التصنيفات العالميه دلوقتي للكبار طيب عايزين نبدا منين احنا في بطوله دلوقتي شغاله بطوله سنغافوره صح اه اللي هي ماري جولد ولاعيبتنا ماشيين فيها كويس لحد دلوقتي طبعا تمام نتكلم عن الرجال الاول نتكلم عن الرجال اه في مفاجاه طبعا حصل آه. فوز الماليزي آه. لاعب الماليزي على بول كول في آه. اه في, أول في الدور الاول للبطولة. آه. آه. بتعتبر بالنسبه لنا مفاجاه ساره لان هو بول كول يعتبر آه المنافس الاجنبي الوحيد للاعيبتنا المصريين <تصفيق> 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 هو كان كاتب النهاردة على على حسابه على تويتر وعلى فيسبوك إن هو كان تعبان وكان سخن في ليلة الماتش وما كانش حاسس إنه فريش وقت الماتش وفعلا النتيجة الماتش كان غريب شوية لأنه كان كسبان 2-0 وخسر 3 2 والعادي ان بول كول او بول كول النيك نيم بتاعه او الاسم المشهور بيه هو سوبرمان. سوبرمان هو اكتر لعيب فت هو كان من ابطال العالم في الكروس فيت ودي حاجه الناس ما تعرفهاش أه ف... قلت, قلت عنه مقولة كده في مباراة النهائي العالم مع طارق مؤمن آه 2019 قلت اللاعب صاحب الأربع رئات وفي لعيبه السكواش حتى بيقول لك ده عداء مش لعيب بسكواش ما هو هو كان من ابطال العالم في الكروسفيت تمام وكان لعيب سكواش عادي كان بيلعب سكواش وفي الناشئين بس عمره ما كان مميز أوه. وبعد كده ركز في السكواش وكان تركيزه الاساسي فعلا على لياقته البدنيه تمام. وفعلا هو يعني ما شاء الله هو لياقه بدنيه مرعبه افضل لاعبين كوره بدنيه في العالم يعني. فدي كانت حاجه غريبه شويه في البطوله دي ان هو كان هو الطبيعي انه بيبقى خسران وبيكسب ان اللعيبه اللي بتلعب معاه هي اللي بتتعب المره دي هو اللي تعب هو اللي كان كسبان 2-0 بس أوه. كمان ما يعني اللعيب الماليزي هايل ولعيب فت جدا ولعيب لياقته البدنيه مرتفعه جدا قدر ان هو يفوز عليه 3-2 في الدور الاول آه دي حاجه هتفرق جدا بعد كده في التصنيف العالمي هنقول بقى هنتكلم شويه عن التصنيف العالمي بعد كده لما نقول تصنيف لاعبتنا المصريين تمام آه بس بول كول بالذات هو حاليا رقم اثنين على العالم في منافسه شرسه مع كل اللعيبه المصريين بتوعنا أكيد. بس كمان هيخش فيها محمد الشربجي أه. اللي هو حاليا في الشهور اللي فاتت اتنقل بقى بيلعب بالجنسيه الانجليزيه أه. أه. احنا دايما برضه لما بنتكلم عن نتائج ما بنقدرش برضه يعني احنا بنتعامل مع محمد الشربجي انه بتاعنا اكيد بس, <applause> يعني <بالآخر. تصفيق> بس هو حاليا بيلعب باسم انجلترا هم أه... أه بصراحه صعبانين عليا بصراحة, بصراحة, بصراحة. بصراحة. يعني الانجليز اللي اخترعوا لعبه السكواش <تصوح> يعني حاليا بيعانوا بيكافحوا عشان يدخلوا التوب 10 يعني في التصنيف العالمي. أه طبعا آه شورباجي حاليا آه يعني مش عايز اقول ان دي حاجه خلته يتحسن ولا لا بس ساعات ال النقله سواء حتى في المحترفين مثلا من نادي لنادي آه وبرده بقى من بلد لبلد لسيت مختلف لحاجه بتدي للعيب تمام. زي ما بنقول تعمله له ريفرش كده بت بتدي له حافز جديد انه يبتدي يطور من نفسه تاني ويعمل ويثبت نفسه تاني ويمكن شرباجي كان عنده شويه يعني 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 هجوم يمكن مخليه بيحاول يثبت نفسه اكتر. طيب هنروح هنروح بقى كده لمواجهات لعبتنا المصريين في البطوله بطوله سنغافوره طبعا في ربع النهائي عندنا طارق مؤمن هيواجه شرباجي وعندنا مازن هشام هيواجه هيواجه دي لاعب بيرو ومصطفى عسل مع فيكتور كروين لاعب فرنسا يعني عندنا دلوقتي ثلاث لعيبه مصريين في ربع النهائي بالنسبه كل لسنغافوره كلها مواجهات قويه جدا وكلها م. بقى في ميزه دلوقتي في السكواش يعني طبعا زي ما بنقول احنا مسيطرين وفي الرانكينج وفي التصنيفات وفي النتائج عندنا اقوى لعيبه بس بقى في دلوقتي اكتر من خمس او ست لعيبه اجانب بيتنافسوا مع مع اللعيبه المصريين ومنهم كمان فيكتور كروان من اللعيبه المميزين او م. الصغيرين هو دلوقتي رقم واحد في فرنسا وبقى ودخل في احسن 10 لعيبه على العالم وبقى بيهدد اي حد بيقدر يلعب معاه دايما الماتش جامد معاه وطبعا برده في ماتش طارق مؤمن مع محمد الشرباجي طارق يعني كلنا وراه دلوقتي بيحاول يرجع تاني في التصنيف طارق كان تصنيفه وصل لرقم ثلاثة رجع شوية في التصنيف دلوقتي وبيحاول يرجع تاني لأول ثلاثة لاعبين في العالم في لعيبة فرنسيين عايزين يستعيدوا مجد جريجر جوتيه مرة تانية صعب شوية جريج جريج كان و... من من افضل بصراحه اللعيبه طبعا بصراحة. من 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 اللعيبه المميزين جدا و... وقعد سنه كان مسيطر على السكواش كله يعني هو يمكن اخر لعيب اجنبي كان فعلا يعني له هيبه كده ولو وكان مسيطر على النتائج وكان بيكسب بطولات ورا بعض ومن ساعتها بقى احنا اللي مسيطرين طيب تمام هنروح بقى لمواجهات السيدات عندنا روان العرابي مع نور الطيب طبعا دول الوحيدين اللي موجودين في ربع النهائي واللي هتكسب هتلعب مع أه لا هتكسب من اماندا صبحي ونيلي جيلس ماتش مهم جدا روان ونور برضو زي ما هنقول في تصنيف اللعيبه المحترفين دلوقتي هم رقم سته ورقم سبعه مظبوط فهم ورا بعض على طول نور اللي سابقه بس المواجهه الاخيره بينهم روان هي اللي كسبت برضو في ماتش يعني ماتش قوي جدا فماتشاتهم دلوقتي مستواهم وتصنيفهم قريب جدا من بعض ويمكن الماتش ده هو اللي يفرق ان التصنيف اللي بعده حد فيهم يسبق اتنيني فطبعا ماتش مهم جدا اتمنى طبعا انه يبقى ماتش كويس بس اتمنى ان اللي كسبانه منه ما تبقاش تعبانه قوي او مجهده انها تبقى قادره تلعب الماتش اللي بعده التو... بصوره كويسه ان شاء, إن شاء الله. الله طيب هنروح بقى للتصنيفات العالميه بالنسبه للرجال التصنيف العالمي دلوقتي بيشهد في التوب 10 ست لعيبه مصريين بالظبط تمام في الرجال والسيدات الرجال والسيدات سته مصر. من عشره في الرجال وسته ستة من عشره في السيدات تمام. ودي حاجه عايز اقول انها غير مسبوقه مش بس في الاسكواش، غير مسبوقه في الرياضه عامه في الرياضات كنا الفرديه. كنا وصلنا في سنه كنا في شهر كده كنا وصلنا سبعه في الرجال. مره واحده حصلت آه، سبعه في الرجال مزبوط. بس كان في ساعتها اربعه بس في السيدات. مظبوط. احنا دلوقتي 6 و6 ده يعني 60% 12 لعيب من اول 20 لعيب على العالم في الرجال والسيدات ولسه في غيرهم كمان، احنا يعني في لعيبه نمرة 12 و13 آه. و15 بس في الـ في العشره الاوائل عندنا في الرجال علي فرج رقم واحد، مصطفى عسل رقم اربعه. مروان الشربجي ستة، طارق مؤمن سبعة، فارس دسوقي ثمانية، مازن هشام تسعة. تمام. ده الرانكينج بتاع أول امبارح. في السيدات عندنا اكتساح في الأول نوران جوهر واحد، نور الشربيني اثنين، هانيا الحمامي ثلاثة، بعد كده عندنا نور الطيب ستة، روان العربي سبعة، وبعدين سلمى هاني رقم عشرة. تمام فحاجة يعني بصراحة تشرف وحاجة اه حاجه هايله لمصر بس يمكن زي ما انت فلا يمكن مش حاجه كويسه لرياضه السكواش عامه لان احنا من كتر السيطره على السكواش ابتدى شويه ان دي احصائيه تصنيفنا العالمي انا بتكلم على التوب 50 بالتحديد يعني اللي خايف منه بقى معظم لاعبتنا اللي فوق في التوب 10 اصغرهم مصطفى عسل عنده 21 سنه هو الوحيد اللي صغير فعلا آه يعني اه طارق مؤمن 34 فارس دوسوقي 28 مروان الشربجي خلاص داخل على 30 ده يقلق شويه خالص طيب ماشي ما يقلق لو حد مش عارف التفاصيل في السكواش أوه. بس التفاصيل بقى ان احنا انت قلت لغايه التوب 50 احنا بره التوب 50 وبره التوب 100 عندنا مثلا 30 لعيب قوي حلو وقوي جدا ومبشر جدا سنهم ما بين 18 ل 21 ده اللي انا عايز اسمعه ف ف ده تقدر تبص على التصنيف مثلا بعد سنه من دلوقتي هتلاقي 10 لعيبه جداد على الاقل في التوب 30 او التوب 40 من مصر، اسامي جديده خالص ويمكن حتى هتيجي بقى اساميهم احنا لسه هنقول نتائج البطولات الاخيره لبطولات العالم للجامعات وبطوله افريقيا تمام هم دول الاجيال الجديده اللي ابتدوا يخشوا ولاعيبه هم اللي كانوا مكتسحين بطولات الناشئين والناشئات في الفتره اللي فاتت، طبعا اللي بقوله ده بينطبق على الناشئين وعلى الناشئات مزهور. ويمكن البنات اكتر كمان م. ففي عدد كبير من اللعيبه المميزين جدا لسه تصنيفهم دلوقتي قريب من ال80 او ال90 او ال100 او حتى بعد ال100 مستواهم الفعلي يعني انا بقدر عشان يعني الحمد لله انا عارف كل اللعيبه اللي بتلعب وعارف المستويات أقدر أقول لك إن مثلاً في بنت عندها 17 سنة عندنا أو أو حتى لو اتكلمنا مثلاً على أمينة عرفي اللي كسبت بطولة العالم للناشئات عندها 15 سنة مزبوط. هي لسه ما ابتدتش تلعب أصلاً محترفات أوه. لكن نقدر نقول إن مستواها يقارب مستوى أول 30 لعيبة وفي فيروز إيهاب وفي كنزي أيمن وفي ناس كتير جداً في سلمى الطيب مستوى ناشئينا سواء الولاد أو البنات قريب من مستوى اول 30 او اول 40 على العالم في المحترفين فهي مساله حلو. وقت هما جايين في السكه حلو قوي نفس الحكايه طبعا حتى في البنات حضرتك شرحتها بقى خلاص احنا برضو عندنا في البنات 15 في التوب 50 من كل... 50 كله جاي تمام ان شاء الله <applause> طيب هنتكلم عن, عن بطوله العالم للجامعات واللي كانت في مصر بالزبط. واللي سيطرنا على جوائزها بصراحه يعني اه ب... بطوله العالم للجامعات اولا حاجه كويسه انها اتلعبت كان بقى لها كذا سنه أوه. ما بتتلعبش دي اول بطوله تتلعب في السنين الاخيره مصر اكتسحت البطوله فردي وفرق رجال وسيدات فريق الرجال كان فيه مصطفى السيرتي ويحيى النوساني وزياد ابراهيم فريق السيدات كان فيه سنة ابراهيم وجانا شيحه ونور ابو المكارم والمدير الفني معاهم كان كابتن حاتم حسن طبعا كسبنا الماتشات كلها بدون اي هزيمه حتى في النهائي بتاع البطوله هو المفروض الماتش بيبقى ثلاث ماتشات فردية واللي بيكسب هو اللي بيكسب ماتشين من الثلاثة. احنا محتاجناش نعمل كده ان احنا اوريدي كسبنا اول ماتشين فخلاص فما كملناش حتى الماتش التالت سواء في الرجال او في السيدات. في الفردي في الرجال مصطفى عسل طلع الاول، مصطفى السرتي طلع التاني، يحيى النوساني طلع التالت، في السيدات سنة ابراهيم الاولى ونور ابو المكارم الثانية. فاكتساح كامل والبطولة كانت في مصر فكانت حاجه كويسه جدا وشرفها كمان دكتور اشرف صبحي وشرفها وزير التعليم العالي وشرفها رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات كانت واخده اهتمام كويس والحمد لله كان شكلنا كويس قوي فيها تمام طيب عايزين نتكلم برضو على موضوع الجامعات الموضوع ده دا دايما بتكلم فيه حتى مع اللعيبه في الرياضات كتير يعني المسؤولين عامه في في الرياضات يعني هل المنح الدراسيه للاعبين تؤثر على التصنيفات العالميه انا اقول لك من تجربه شخصيه مش شخصيه طبعا من تجربه بعض اللاعبين عندنا في الاسكواش بالتحديد يعني وهنتكلم على راس الهرم طبعا علي فرج علي فرج لما خد المنحه الدراسيه في هارفرد اتمنع انه يلعب محترفين يلعب فقط للجامعه فطبعا خرج خارج التصنيف العالمي ولكن ما شاء الله رجوعه كان اكتساح وربنا يشفيه من الاصابه اللي عنده بالتاكيد يعني هل الموضوع ده بيأثر شويه على السكواش المصري بالتحديد؟ في جزء سلبي وفي جزء ايجابي، مم. اولا احنا دلوقتي عندنا يعني يمكن الناس تتخض عندنا أكتر من 100 لعيب في امريكا منح دراسية في في جامعات امريكيه، أوه. سواء بمنح كامله او أوه. بجزء بمنح غير منهم ابني شخصيا تمام <تصفيق> 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 ف... فدلوقتي الجامعات الامريكيه الجامعات الكبيره المشهوره بتدي فرص كبيره قوي للاعيبه المصريين وبصراحه بتبقى حاجه مغريه مش بتكلم انها مغريه ماديا هي مم. مغريه ان انت بتسافر بتتعلم حكيب. في جامعه على مستوى عالي جدا طبع. بمصروفات تقريبا سواء من غير مصروفات او بمصروفات تقارب مثلا المصروفات اللي انت بتدفعها في جامعه خاصه في مصر او حاجه كده بتدي فرص للاعيبه ان هم بيلعبوا في دوري الجم... دوري الجامعات الامريكي دلوقتي لل... في الجامعات بقى أقوى دوري في العالم ده. لأن كل الولاد والبنات المتميزين في السن الصغير ده بيبقوا كلهم عايزين يروحوا هناك مظبوط فالفرق بقى بقى فيها طبعا كل اللعيبة مصريين كتير قوي متميزين لعيبة من الهند لعيبة من ماليزيا غير اللعيبة آه... الأمريكان فالدوري بقى قوي جدا يمكن زمان الناس كانت بتقول إن خلاص اللي بياخد القرار إنه يسافر أمريكا ده هو خلاص فكر إن هو بيختار إنه هيروح يتعلم كويس ويلعب شوية سكواش كده خلاص ويبطل لان ما كانش الدوري هناك بالقوه دي أوه. بس بدايه بقى من ح... من ناس زي علي فرج وبعديه بقى اجيال تانية كتير احنا في كمان حتى يعني في امريكا اللي هي اماندا صبحي وسابرينا صبحي اللي هم اولاد خالد صبحي مزبوط. المصري بس هم حاليا برضو بيلعبوا باسم الجنسيه الامريكيه الاثنين خريجين هارفرد مزبوط. واللي والاثنين برضو دلوقتي اماندا كانت في التوب 5 في السيدات وسابرينا دلوقتي داخله في التوب 20 بقى في لعيبه كتير عندنا كمان يوسف ابراهيم يوسف مم. ابراهيم في جامعه برينستون لسه متخرج السنه دي, و... دي بقى في اول 20 لعيبه على العالم فابتدى عشان المنافسه هناك بقت قويه جدا وعدد اللعيبه بقى قوي فخلاص ما بقاش في فكره بقى ان انت لما بتروح هناك خلاص انت اتحدفت بعيد ومفيش منافسه ومفيش تمرين لا, لا. المستوى بيجمد جامد جدا ومدربين كتير قوي مميزين حتى مدربين دي بقى مشكله سلبيه اه ان احنا عدد لعيبه كبير قوي راح امريكا عدد مدربين كبير كمان مصريين أمريكا. سافر مزبوط. امريكا بيشتغل في الجامعات وكمان واخدين مدربين كويسين من انجلترا آه. اه ومدربين كويسين من استراليا فالسكواش عمال يقوى بقى في امريكا ده اللي احنا لسه الناس مش حاسه بيه قوي بس مزبوط. السكواش عمال يقوى في امريكا على آه. حساب بقيه الدول شفت حاجه لطيفه جدا كانوا عاملين بعض ملاعب في الشوارع اه ودي طبعا نقطه خطر شويه طبعا طيب هنكمل كلامنا ولكن بعد <applause> فاصل قصير استنوني رجعنا تاني والكابتن عمر البرلوسي وقبل ما نكمل حديثنا كده يعني تعزيه وجبه لبطلاتنا فريده محمد وحبيبه محمد في وفاه والدهم الاستاذ محمد احمد يعني ربنا يلهمهم الصبر طبعا كانت فريده لسه حاصله على بطوله قريب فريده طبعا يعني بنعزيهم الاول بنبارك لفريده فريده من ثلاثة ايام كسبت بطوله المحترفات في امريكا بطوله أه رود ايلاند المفتوحه هي فريده برضو من البنات اللي بتدرس في جامعة كولومبيا في أمريكا مظبوط وهي بطلة الجامعات في الفترة الحالية هي أول صنفة 15 دلوقتي اه وبرضو من مثال للبنات المتميزين وقبلها كانت أختها حبيبة كانت في نفس الجامعة برضه وحبيبة كانت بطلة العالم للنشئات مرتين فلاعيبة الاثنين متميزين جدا وطبعا المجهود الكبير جدا والفضل الكبير يرجع لأهلهم وخاصة والدهم الله يرحمه فبنعزيهم جدا على وفاة والدهم النهارده الاستاذ محمد كان راجل يعني صديق شخصي ليا وكان راجل الناس كلها بتحبه ودايما كان في ظهرهم ودايما بيسافر معاهم ودايما بيدعمهم كان مثال لولي الامر اللي عامل مجهود كبير قوي مع اولاده فيعني بنعزيهم وربنا يصبرهم ويقويهم أمين يا رب ودايما يبقوا مشرفين ان شاء الله امين يا رب طيب انا عايز اخد كده ايه بطوله افريقيا للفرق والرجال والسيدات يعني هنعدي عليها بسرعه كده ان افريقيا احنا بناخدها قبل ما نسافر. طبعا. صح؟ <تصفيق> <تصفيق> بس هقول حاجه في بطوله افريقيا ان برده ده من مميزات بقى دلوقتي العمق اللي في السكواش المصري في عدد اللعيبه الصغيرين وعدد اللعيبه المميزين. بطوله افريقيا السنه دي كان التوقيت طبعا للمحترفين للرجال والسيدات. أوه. التوقيت بتاعها ما كانش مناسب خالص كان في وسط بطولات للمحترفين كتير قوي، بطولات م. شغاله في كل حته بطولات قويه. اه ما ما كناش لاقيين لعيبه يسافروا يلعبوا في البطوله تقريبا من اول 100 لعيب في التصنيف بتاعنا ما كناش لاقيين ولا لعيب فاضي ان هو يسافر اه لعبنا البطوله البطوله كانت في زيمبابوي ما اقدرش اقول لعبناها بالصف الثاني احنا لعبنا البطوله مثلا بالصف الخامس تمام او بالصف العاشر وده طبعا مش تقليل من اللعيبه هم لسه لعيبه صغيرين ولسه آه طبعا جايين بس الفكره بقى ان احنا اكتسحنا البطوله باللعيبه دول ما شاء الله فكان عندنا في الفردي ياسين الشافعي الاول خالد لبيب الثاني سيف الشناوي الثالث في السيدات من منا منا طلة وليد الاولى كنزي ايمن الثانيه فرقه الرجال ياسين وسيف وخالد طلعوا الاول من غير خساره ولا ماتش وفرقه السيدات من منا طلة وليد وكنزي ايمن ونور وجيه برضه طلعوا الاول من غير خساره ولا ماتش وكان معاهم مدير الفني كابتن محمد القيعي فهي الفكره مش في الاكتساح بس هي الفكره في الاكتساح بلعيبه لسه اول مره يمثلوا مصر صغيرين بطولات دوليه كده كدا كدا كده انت بتطمني كده يا كابتن ما هو بالظبط آه ما ده بنرجع للنقطه الاصليه اللي <applause> طيب هنرجع كده ونروح لاصابه علي فرج المصنف الاول وفارس دسوقي فارس عنده اصابه على مستوى الظهر وعلي طبعا بسبب الركبه في الركبه هيأثر على التصنيف العالمي الشهر الجاي إه علي طبعا هيأثر لسه يمكن ما يأثرش في الأسبوع ودلوقتي التصنيف بقى بيطلع الأسبوعي. كل أسبوع أوه. يمكن ما يأثرش في الأسبوع أو الأسبوعين الجايين بس هو دلوقتي هو جاله إصابة في بطولة أمريكا المفتوحة في الفاينل ما قدرش يلعب الفاينل وطلع التاني أوه. بعد كده حاول يلعب في بطولة سويسرا من أول ماتش ما قدرش يكمل وخسر وبعد كده انسحب من بطولة سنغافورة فده كله هو صحيح التصنيف بيتحسب على نتائج السنة كلها مظبوط فهو اللي نفعه دلوقتي ومخليه لسه محافظ على المركز الأول إن هو عنده نتائج من بقيه السنه نتائج قويه جدا مخلياه كان سابق اللعيبه بفرق كبير في فرق بينه وبين بول كول وفي ميزه ثانيه ان بول كول كمان بيخسر تمام فدي أوه. فدي مخليه علي ماسك نفسه شويه في نمره واحد بس طبعا الثلاث بطولات دول والفتره دي ونتمنى بقى كمان هو الاهم انه هيرجع امتى وهيبتدي يرجع لمستوى امتى هو ده الاهم أوه. يعني يعني لو قدر ان هو على طول في البطولات الجايه يرجع لمستوى ويبتدي يكسب تاني يمكن محدش يقدر يحصله برضه لكن الاهم بقى هو هيرجع باني مستوى وهيرجع في اني وقت ونتمنى انه يرجع على طول طيب هنروح بقى لمنتخب مصر للفرق للسيدات واللي بيبحث ان شاء الله في البطوله اللي جايه عن اللقب الخامس في تاريخ مصر في الفرق يعني عشان نقرب شويه من انجلترا انجلترا عندها سبع القاب استراليا عندها تسعه طبعا ده في تاريخ الفرق نفسها فا اخبار منتخب السيدات دلوقتي؟ احنا عندنا اربع لاعيبات على ما اعتقد هم تم اختيارهم ولا لسه؟ اه تم تمام. اختيار المنتخب نور الطيب ب... الحمامي اه الاسبوع و... اللي فات آه. آه، وتم اختياره بناء على دول اول اربع لاعيبه في التصنيف اللي هم نوران جوهر، نور الشربيني، هنية الحمامي ونور الطيب هي اللعيبة الرابعه طبعا يعني ما شاء الله مش عايزين نحسد المنتخب قبل ما يلعب لا ما شاء الله بس يعني يو. احنا بنلعب هي هو الماتش بيبقى ثلاث ماتشات أوه. ويبقى فيه اللعيب الرابع احتياطي فاحنا عندنا في الثلاث ماتشات دول رقم واحد و2 و على العالم اه المفروض ان احنا نكتسح ان شاء الله بس طبعا ظروف الماتشات دايما بيبقى فيه ماتشات صعبه السنه دي في اول مره يبقى منتخب امريكا منافس اه منتخب امريكا منافس ببنتين نصهم من مصري أوه. اللي هم اماندا وصابرينا صبحي أوه. هم الاثنين ومعاهم لعيبه كويسه اسمها اوليفيا أوه. في الـ في التوب 10 فالمنتخب بيستعد لبطوله العالم ان شاء الله هتتلعب في مصر ودي هتبقى ميزه كبيره جدا ومعاهم السنه دي برده لاول مره مدير فني سيدة اللي هي كابتن انجي خير الله تمام برده بطله عالم سابقه كانت موجوده في الفريق اللي كسب بطوله العالم للسيدات لاول مره مصبوع. وكانت بتلعب في مصر برده ف... تم... كابتن كريم درويش بالظبط احد الاساطير طبعا يعني الجيل الذهبي بتاعكم ده بالظبط الجيل الجميل اللي عرفنا بالسكواش <applause> بالظبط فبنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله هنبقى متابعينهم في استعداداتهم وقت البطوله ان شاء الله باذن الله ودايما السكواش المصري بيفرحنا ودايما يعني احنا كان عندنا كلام كتير جدا بس للاسف وقت البرنامج آه خلص وبشكرك جدا كابتن عمر برلوسي واحد من عمالقه السكواش المصري و اخيره ونصيحة أخيرة للاعبين على مستوى مصر لاعبين السكواش. أولًا بسرحة. بشكركم جدًا بشكركم جدًا على على استضافتي النهاردة وإن شاء الله تتكرر إن إحنا نقدر نبقى متابعين أخبار السكواش في مصر وأخبار السكواش في العالم لأن الناس كلها محتاجة تعرف الحاجات دي لأن دي حاجة بتخلي كل الناس فخورة بانتمائهم لمصر وبانتمائهم للبلد. نصيحه دايما بديها للناس كلها وبالذات للاهالي وللعيبه الصغيرين ان هم ما يستعجلوش على اولادهم او على بناتهم يدوهم فرصه ياخدوا وقتهم يحافظوا على تعليمهم وعلى مدارسهم وعلى مواعيدهم ما يبقوش زي ما بنقول كده بالبلدي ما يحرقوش اللعيبه بدري ياخدوا وقتهم من وهم صغيرين والنصيحه الاهم من كل ده بقى ان الناس كلها تتحلى بروح رياضيه في التنافس ساعات دلوقتي عشان الناس شايفه بطولات العالم وشايفه الانجازات الكبيره فساعات بيبقى فيه شويه تنافس زياده شويه دايما في خط رفيع بين المنافسه وبين ان, إن الواحد يعدي اه التعصب اتمنى ان التعصب يختفي وان الناس تبقى تاخد ولادها بالراحه ويتمرنوا كويس ويتعلموا كويس وان شاء الله يشرفوني نصيحه جميله جدا لاولاء <applause> الامور بشكرك جدا كابتن عمر البرلوسي وبشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته